بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع إلى هذه الفقرة مع كتاب يليغي كومبخوندر. انتهينا مع كومون بيير إطاغيبي أون غوطار. ثم عندنا في هذه الفقرة جو إي تي أن بون كامراد، إي تي أن بون كامراد، هل أنت رفيق جيد؟ إي تي أن بون كامراد. إذن عندنا جو لعبة، إي تي أن بون كامراد، هل أنت رفيق جيد؟ هل أنت صديق جيد؟ فلنلاحظ الصور أولا. عندنا هذه الصور كما نلاحظ أغوش أنا أن إليف كي إيسي دو دوني كيلكو شوز أ سون كامراد. إذن عندنا تلميذ يحاول أن يعطي شيئا ما. لا دوزيام إيماج أن إليف كي إيسي دو غاماسي أن بابي طومبي باغ تيغ. Un élève qui essaie de ramasser un papier tombé par terre. إذن تلميذ يحاول أن يجمع ورقا ساقطا على الأرض. أنا غيمي كيف سا ريسيتاسيون. ثم عندنا غيمي أنه يقوم بإلقاء ما يحفظه. إذن نتكلم عن لا ريسيتاسيون. ومن مثلا ريسيتي يعني أنك تلقي ما تحفظه أو أنك تلقي كلاما. نو برونسيمو تيزاسي، تيزاسي أنت جالس. طبعا هنا عندنا لو فيرب أسواغ، هنا عندنا لو فيرب أسواغ ماشي لو فيرب ساسواغ. لو فيرب ساسواغ يعني أجلس نفسه، ولكن هنا عندنا لو فيرب أسواغ يعني فعل أجلس. طبعا ملي غنمشيو للتعريف ديال هاد الفعل هذا، ميتر كيلكا دون لا بوستور دابوي، أنك تضع شخصا مثلا دون لا بوستور دابوي يعني في هيئة اتكاء، في هيئة اتكاء sur le derrière. sur le derrière يعني على آخر جسمي. sur son siège على كرسيه. إذن أنك تجعله يتكئ جلوسا بمعنى آخر sur un siège على كرسي. إذن المقصود أنك تجلسه، أنك تجلس شخصا. mettre quelqu'un dans la posture d'appui sur le derrière، أنك تجعل شخصا في حالة اتكاء sur le derrière على آخره سيغ ان سياج على كرسي. إذا المقصود أنك تجلسه. إذا هذا المعنى ديال الفيرب أسواغ. وإذا كان الفعل بهذا الشكل فهذا يعني بأننا تنتكلم على واحد الفعل اللي تيتصرف مع أفواغ. نتحدث هنا عن فعل يصرف مع أفواغ. طبعا في البخيزو نقول جاسوا، أنا أجلس، أنا أجلس شخصا مثلا جاسوا. ثم تي أسوا، إلى أسوا، nous assoyons، vous asseyez، ils assoient، ils assoient. طبعا في الباسي كومبوزي كما غنلاحظوا بانه تتصرف مع افواغ نقول j'ai assis، tu as assis، il a assis، nous avons assis، vous avez assis، ils ont assis، ils ont assis. اذا نتكلم على الفيرب اسواغ. ولكن اذا تحدثنا عن فعل انه يصرف مع اتر فهنا تنتحدثوا على لا فوا باسيف. في هذه الحاله تنتحدثوا على لا فوا باسيف. لا فوا باسيف يعني المبني للمجهول. اذا داك الفعل اللي غيطبق من الفاعل على مفعول به ان صح التعبير، اذا غيكون الفاعل هو محط تطبيقه. اذا ساقول مثلا انا اجلس، انا اجلس كما نقول انني اجلس، ان شخصا ما يجلسني، او انت تجلس شخصا ما يجلسك مثلا، هو يجلس. انا سنتكلم على الفيرب اسواغ ولكن غيتصرف مع اتر. سنقول Je suis assis. Je suis assis. Tu es assis. Il est assis. Nous sommes assis. Vous êtes assis. Ils sont assis. Ils sont assis. طبعا في المؤنث سنضيف E. إذا نقول Je suis assise. Tu es assise. Elle est assise. Nous sommes assises. Vous êtes assises. Elles sont assises. طبعا مثلا نتكلموا على واحد الفعل المصرف مع être. إذا هنا هذاك لو بارتيسيب باسي تيتأثر بلو سوجي. إلا كان لو سوجي مؤنث بحال اللي عندنا هنا أننا نضيف أ. إلا كان جمع نضيف أ إس، نضيف أ الخاصة بالتأنيث ثم نضيف إس الخاصة بالجمع. تيز أسي إذا أنت جالس، تيز أسيز أنت جالسة. ثم عندنا أون كخوا، أون كخوا إذا نتكلم عن علامة، إذا نتكلم عن علامة. وفي حالات أخرى نتكلم عن الصليب. إذا هنا إن كخوا، إذا نتكلم عن علامة لو بابيي
ثم لو بون تبع لو بابي يعني الورق. لو بون نتكلم عن كرسي الطويل، لا كوباي نتكلم عن سلة المهملات، لا غيسيتاسيون، لا غيسيتاسيون استعراض ما تحفظه، لا غيسيتاسيون. ثم عندنا جونتي، جونتي ظريف مؤدب إلى غير ذلك. ثم ميو أحسن، ميو أحسن. أونجو يعني لاعبا، وهو يلعب أو وهي تلعب أو نحن نلعب، إذا نتكلم عن لاعبا. طبعا هذه الصيغة تسمى لو جيرونديف دي فيرب جوي، طبعا تتكون من أون ثم تتكون من لو بارتيسيب بريزون الخاص بالفعل. لو بارتيسيب بريزون هو ملي تنزيدو لديك الصيغة ديال الفعل تنزيدو لها هاد أ إن تي. أونجو لاعبا. ثم عندنا سونيغيا، هذا ليس شيئا، سونيغيا ليس شيئا يذكر مثلا، ليس شيئا لا شيء. ثم لي بي، لي بي الكلل، لي بي. ثم إلي بليز أدوا، إلي بليز أدوا يعني أن الشخص يقوم ببعض الأفعال أو بعض الحركات بدقة متناهية، نقول عنه بأنه أدوا، إذن إلي بليز أدوا، إذن هو أكثر دقة كما نقول، أو أنه أكثر مهارة، أو أنه أكثر مهارة. نبخون لو تيكست، تيز أسي، أنت جالس أ ليكول، في المدرسة، أ كوتي دو غيمي، بجانب غيمي. المقصود هنا افترض نفسك بأنك جالس أ ليكول في المدرسة، أ كوتي دو غيمي، يعني بجانب غيمي. تيز أسي أ ليكول أ كوتي دو غيمي. إي تي أن بون كاميراد، هل أنت صديق جيد؟ Es-tu un bon camarade? Tu dois répondre à ces questions comme nous le voyons et vous avez deux choix. Vous allez choisir la première réponse ou bien la deuxième. Alors vous allez répondre à ces questions et vous allez choisir pour chaque question soit la première réponse soit la deuxième. Pour la deuxième question par exemple, tu vas choisir soit la première réponse soit la deuxième. Pour la troisième question c'est la même chose. Soit que tu prends le premier choix, soit le deuxième. Pour la quatrième question, c'est toujours la même chose. Vous allez choisir le premier choix, soit le deuxième. Alors, nous reprenons ces questions-là. Tu vas lire les questions suivantes. Idem, anta sataqra al-as'ila al-taliya. Idem, choisis ta réponse. Thumma annaka satakhtar jawabaka. Et marque-la. Thumma allima. Thumma allima. Et marque-la par une croix. Et donc, c'est tout à l'imma bi alama. Et marque-la. Tumma alima. Maqsoud alim alayha par une croix. Tumma alim alayha bi alama. Bi alama. Dans les carrés de la page droite. Taban fi halat al-kitab al-adi. C'est à kuna indana hadi al-waraqa. Ala al-yasar. Tumma indana hadi al-waraqa. Ala al-yamin. Kamal rahid. Et donc, c'est tout à l'imma alayha. في هذه الخانات ستعلم على الخيار الأول أو الخيار الثاني بالنسبة للسؤال الأول، ثم تعلم على الخيار الأول أو الثاني بالنسبة للسؤال الثاني، ثم تعلم على الخيار الأول أو الثاني بالنسبة للسؤال الثالث إلى غير ذلك. لا باج 20 أ غوش إلى باج 21 أ دغوات. الصفحة 20 على اليسار، ثم الصفحة 21 كانت على اليمين. إذا طبعا هنا ستعلم على كل خيار، هل ستختار الأول أو الثاني؟ من كل سؤال ستعلم عليه في الصفحة اليمنى. tu vas mettre une croix dans les carrés de la page droite. إذا أنت ستضع علامة على خانات الصفحة اليمنى. سنبخنون la première question. on a Rémi a oublié son porte-plume à la maison. Rémi a oublié son porte-plume à la maison. إذا Rémi أنه ناسية. طبعا نعدنا الغرب oublié مصرر ما avoir. إذا ناسية. طبعا oublié c'est un verbe transitif. إذن هو فعل متعدي، يعني أن غيمي نسي شيئا، كأنه قام بفعل على شيء. إذن نسي شيئا، غيمي a oublié. إذن غيمي أنه نسي son porte plume، نسي حامل ريشتي، نسي حامل ريشتي كما نقول. طبعا كما تنعرفوا بأنه في واحد الوقت قبل ما يكون القلم كانت الريشة تستعمل بكثرة. إذن هو ناسي حامل هاد الريشة، وبالتالي ليست له إمكانية للكتابة. إذا هو ناسي هذا الحامل على ميزون في المنزل.
ريمي a oublié son porte-plume à la maison. هنا عندنا خياران. سواء que je lui dis, يا إما أنني سأقول له c'est bien fait. إنه مفعول بشكل جيد. C'est bien fait. إنه شيء جيد. سأفرح لهذا مثلا. ثم أقول له tu seras puni. أنت ستعاقب. Tu seras puni. طبعا لو ذا بينيغ تنعرفو بأنه تتصرف مع أفواغ لأننا تنتكلم على فعل عاقبة. إذا شخص ما يعاقب شخصا ما آخر مثلا. إذا هنا هذا الفعل يصرف مع أفواغ، ولكن هنا طبعا كما تنشوفو بأنه مصرف مع إتخ إتخ أو فيتور سامبل. إذا عندنا لوكسيليغ إتخ إن صح التعبير أو فيتور سامبل مصرف في المستقبل البسيط، ولكن راه متبوع بهاد لو بارتيسيباسي الخاص بفعل بونيغ. اذا كما تنشوفو بان مصرف مع اتخ بدل افواغ. لماذا؟ لاننا تنتكلمو على واحد الصيغه مبنيه للمجهول. تي سوغا بوني، انت ستعاقب. المعلم مثلا سيعاقبك. تي سوغا بوني، انت ستعاقب. اذا هنا عندنا لو فيرب بونيغ كونجيغي او فيتور سامبل، ولكن à la voix passive. à la voix passive في المبني للمجهول. اذا اردنا ان نستعمل la voix active، اذا نقول مثلا le maître punira Rémi. اذا المعلم سيعاقب Rémi. اذا تتبقى عندنا الصيغه بشكل العادي à la voix active في المبني المعلوم، ولكن ما عندناش المبني المعلوم، ما عندناش على la voix active، عندنا لغة باسيف. غنتكلمو على غيمي هو الذي سيعاقب، ولم نتحدث هنا عن المعلم بأنه سيعاقب غيمي مثلا. هل أنا سأقول لغيمي عندما ينسى حامل ريشته je lui dis c'est bien fait tu seras puni ou bien je lui dis، أو أنني أقول له j'ai deux porte plumes je t'en prête un je t'en prête un جي دو بورت بليم، أنا عندي حاملي ريشة، أنا عندي جوج من الحاملات ديال الريشة، أنا أسلفك منهما كما عندنا هنا أون، جو طون بخيت أن، أنا أسلفك منهما واحد. إذا ما هو الخيار الذي سأختاره؟ هل أنا سأشمت فيه كما في الحالة الأولى، أم أنني سأساعده حسب الجواب الذي ستقوله؟ تي فا مونطخي إسكو تي أن بون كاماراد أو نو. إذا من خلال هذا الجواب أنت ستوضح هل أنت صديق جيد أم لا. لو بون كاماراد فا شوازيغ لا دوزيام ريبونس. طبعا الصديق الجيد هو الذي سيختار الجواب الثاني وليس الخيار الأول، تماما كما عندنا هنا، تماما كما عندنا هنا. إذا ستقول لغيمي أطون غيمي موا جي دو بورت بليم جو طون بخيت أن. إذا انتظر يا غيمي، مو جي دو بورت بليم، مو جي دو بورت بليم دو مون كارطابل، أنا عندي حاملي ريشة في محفظتي، جو طون بخيت أن، أنا سأسلفك واحد. طبعا لو فار بخيتي هذا فعل سلفة، بخيتي كيلكا دو لارجون يعني أنك تسلف شخصا أموالا، بخيتي كيلكا دو لارجون أنك تسلف شخصا أموالا. طبعا عكسها هي أون بخانتي، يعني أنك أنت تتسلف أو شخص ما يتسلف. إذا نتكلم عن لوغار أون بخانتي عكسها، ولكن هنا عندنا لوغار بخيتي، عندنا فعل سلافة. سينو برونون بي، إذا أخذنا بي جو تخوف أن بابي سو مون بون، جو تخوف أن بابي سو مون بون، أنا أجد ورقا سو مون بون، سو مون بون تحت الكرسي الذي أجلس عليه الطويل. إذا وجدت ورقة تحت الكرسي الذي أجلس عليه، إذا ماذا سأفعل هنا؟ جو لو غاماس إي جو لو جات دو لا كوربي إكزاكتومون كوم سيغ سيت إيماج، تماما كما في هذه الصورة. إذا هل أنا سأنحني على هذا الورق ثم آخذه ثم أجمعه كما عندنا هنا؟ جو لو غاماس إي جو لو جات، ثم أنا أرميه دو لا كوربي في سلة المهملات. هذا الخيار الأول. لو دوزيام شوا جو لو بوس سو لو بون دو غيمي، أنا أدفعه سو لو بون
تحت كرسي دو غيمي، تحت كرسي غيمي. إذن سأتخلص منه من خلال دفعه شيئا ما تحت كرسي غيمي، حتى إذا جاء المعلم ووجده طبعا سيعاقب غيمي ويقول له ما هذه الأزبال التي توجد تحتك؟ Je le pousse sur le bon de غيمي. Alors là, j'ai deux choix. إذن هنا عندي خياران. Soit je prends le premier choix, soit le deuxième. يا إما أنني آخذ الخيار الأول أو الثاني. Le bon camarade va choisir le premier choix. إذن طبعا الصديق الجيد هو الذي سيختار الخيار الأول. Je le ramasse et je le jette dans la courbeille. أنا أجمعه ثم أنا أرميه في السلة. طبعا هنا عندنا لو فيرب غاماسي، عندنا لو فيرب غاماسي سي ان فيرب كي ابارتيان او بخومي جروب. إذن هو فعل سهل في الصرف، كاع الأفعال اللي عندها أو إيغ على فان تتنتمي للمجموعة الأولى. طبعا هاد الأفعال كلها عندها صرف سهل، إذن يكفي أننا نحذف أو إيغ ثم نضيف لي تيرمينيزون الخاصة بكل زمان. إذا تحدثنا طبعا عن الأزمنة البسيطة، سي نو بخون باغ إكزومبل لي طون سامبل. طبعا في لي طون كومبوزي ضروري أننا نحصلو على لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل ثم نسبقه بلوكسيليير، وفي هذه الحالة أيضا تيكون الأمر سهل. ملي تنبغيو نحصلو على لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل في لي طون كومبوزي في الأزمنة المركبة بحال لو باسي كومبوزي، بحال لو بليس كو بارفي، بحال لو فيتور أونتيريور إلى غير ذلك. إذن في هذه الحالة حتى الحصول على لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل اللي تنتمي للمجموعة الأولى أننا تنحذف أو إيغ، نحذف أو إيغ ثم نضع أو أكسون إيغي مكانها، وهكذا نكون قد حصلنا على لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل ثم نسبقه بلوكسيليير المناسب له. إذن هنا جو لو غاماس، طبعا هنا عندنا لو فيرب غاماسي كما قلنا، ثم عندنا إي جو لو جيت، هنا عندنا لو فيرب جوتي، هنا عندنا لو فيرب جوتي. سي لام شوز، سي ان فيرب كي ابارتي او بخومي جروب. إذا بنفس الطريقة هو فعل ينتمي للمجموعة الأولى، إذا عندو نفس الطريقة طبعا، سواء تحدثنا عن صرف هاد الفعل في لي طون سامبل أو في الحصول على لو بارتيسيباسي الخاص به باش نوضعوه في واحد الصرف ديال لي طون كومبوزي. جو لو غاماس إي جو لو جيت دون لا كوربي. إذا أنا أجمعه ثم أرميه في سلة المهملات. سي نو برونونسي غيمي أي 10 en récitation. Rémi a eu 10 en récitation. Et donc Rémi كانت عنده 10 في النقاط طبعا en récitation في مادة الحفظ. Et moi j'ai eu 0. وأنا كان عندي 0. إذن ماذا سيكون إحساسي في هذه الحالة؟ Je pense أنا أعتقد. Je pense أنا أعتقد. طبعا هنا عندنا أنا أفكر. طبعا لو فان بونسي هذا فعل فكر، ولكن المقصود به أنا أعتقد. لو ماتخ ني با جونتي، هل أنا سأعتقد بأن المعلم ليس بظريف، ليس بمؤدب، ليس بجيد؟ لو ماتخ ني با جونتي كما نقول بأنه إنسان شرير إن صح التعبير. إيل نو ميم با، أنه لا يحبني. طبعا إذا حذفنا لا نيغاسيون سنقول هنا إيل ميم، إيل ميم هو يحبني، إيل ليم هو يحبه، إيل ليزام هو يحبهم إلى غير ذلك. إذن هنا إل نو ميم با، إذن هو لا يحبني. هل أنا سأعتقد هذا الإعتقاد أم أنني على العكس سأتفهم بأن غيمي يستحق 10 وأنا أستحق 0 لأنني أنا لم أعمل، وهذا الذي سنجده في الخيار الثاني. جو بونس أنا أعتقد غيمي أمي ترافايكم، غيمي أنه عمل أحسن مني. غيمي أمي ترافاي، غيمي أنه عمل بشكل أحسن كموا مني أنا. غيمي أمي ترافاي، إذا عندنا هنا غيمي أترافاي. هنا عندنا البارتيسيباسي الخاص بفعل ترافاي، طبعا كما تلاحظوا بأننا حذفنا أو إيغ ثم وضعنا أو أكسون إيغي، ثم وضعنا أو أكسون إيغي فحصلنا على لو بارتيسيباسي الخاص بفعل ترافاي، ثم اسبقناه بهاد لوكسيليير افوار غيمي اترافاي، غيمي انه عامله. اذا ثم نقول غيمي امي ترافاي كوموا،
إذن غيمي أن عامل بشكل جيد أو أن غيمي عامل أحسن كموا مني أنا. ثم أستكمل فأقول la prochaine fois, la prochaine fois, في المرة القادمة j'apprendrai mieux mes leçons, أنا سأتعلم أحسن mes leçons دراسي. La prochaine fois, في المرة القادمة j'apprendrai, أنا سأتعلم mieux أحسن mes leçons دراسي. إذن هنا في الحالة الثانية فأنا سأواجه الحقيقة، سأضع الحقيقة كما هي، سأقول علي أن أتوقف وعلي أن أعترف بأن غيمي هو عامل بشكل أحسن مني ويستحق 10، وأنا لكي تكون لي نفس النقطة ونفس المرتبة أو ربما أحسن، أنا علي أن أعمل في الأيام المقبلة، وفي الحالة سأكون قد تخلصت من الاختباء وراء الوهم. في بعض الأحيان الإنسان يخترع بعض الأوهام ثم يختبئ خلفها فتكون النتيجة سيئة. غيمي أي 10 en récitation et moi j'ai eu 0. Alors à ce moment-là, est-ce que je pense que le maître n'est pas gentil, il ne m'aime pas, ou bien que je pense que Rémi a bien travaillé que moi et que la prochaine fois j'apprendrai mieux mes leçons. Bien sûr, le bon élève va faire le deuxième choix. التلميذ الجيد هو الذي سيختار الجواب الثاني. Pour D, Rémi a perdu son cahier. إذن Rémi أنه فقد دفتره. طبعا هنا عندنا الـ verb perdre. كما تشوفوا عندنا الـ participe الخاص بفعل perdre اللي هو perdu بهذا الشكل. إذن لبشينا الأزمنة المركبة لهذا الفعل غنلقاو كلها عند perdu. ثم غنلقاو هذا الأوكسيليير هو اللي مصرف أزمنة مختلفة. بحال هنا عندنا مصرف لو بريزون، وبالتالي غنحصلوا على لو باسي كومبوزي الخاص بالفعل. غيمي أ بيردي سون كي، إذن غيمي أنه فقد سون كي، فقد دفتره. سي غيمي أ بيردي سون كي، إذا غيمي أنه فقد دفتره، كيسكو جو دوا فيغ؟ ماذا علي أن أعمل؟ جو لوي دي، هل أنا سأقول له تو نا با دو سوان، أنت ليس عندك عناية، أنت لم تعتني بدفترك يا غيمي، وتستحق أن تفقده. سي بيان في، كما لو أنني أفرح لفقدان دفتري. سي بيان في، طبعا هاد العبارة سي بيان في ممكن أنني أقولها للاعب مثلا عندما يلعب بشكل جيد، سأقول له سي بيان في، سي بيان في، كما نقول بأن العمل جيد، هذا الذي قمت به جيد. ولكن هنا عندما أقول له سي بيان في، أنت ترى غيمي بأنه يفقد دفتره، ثم تقول له هذا عمل جيد، هذا عمل جيد، إذا هذا استهزاء هذا. جو لوي دي تو نا با دو سوان، أنت ليس عندك عناية. سي بيان في، سي بيان في، يعني إنه عمل جيد، كما لو أقول له أنت تستحق هذا. أو عندي الخيار الثاني اللي هو جو لاد أشيرشي سون كي، أو بيان جو لاد أشيرشي سون كي، أو أنني أساعده. طبعا هنا عندنا لو فيرب إيدي، جو لاد جاد غيمي، جاد غيمي، أنا أساعد غيمي. أ شيرشي سون كي، لبحث دفتره، المقصود بالبحث عن دفتره. بيان سور جو بخون لو دوزيام شوا بور كو جو سوا أن بون كاميراد، طبعا سأختار الخيار الثاني حتى أكون رفيقا جيدا، حتى أكون صديقا جيدا. بيان سور جو بخون لو دوزيام شوا بور كو جو سوا أن بون كاميراد. جو لاد أ شيرشي سون كي. بور أو أون جوون دون لا كور Rémi est tombé. Idem, en jouant dans la cour, Rémi est tombé. Laïben fsahar, Rémi anno saqat. Laïben fsahar, Rémi saqat. En jouant dans la cour, wa huwa yal'ab fsahar, Rémi est tombé. Idem, Rémi anno yasqat. طبعا هنا عندنا لو فيرب جوي، عندنا لو بارتيسيب بريزون دي فيرب جوي بريسيدي دو اون. سنحصل على صيغة تسمى لو جيرونديف، تتكون مكونة من هاد أون ثم من لو بارتيسيب بريزون الخاص بالفعل. طبعا لو بارتيسيب بريزون هي فاش تنضيفو هاد أن تي، هنا ما تنتكلمش على لو بارتيسيب باسي، هنا ما تنتكلمش على لو بارتيسيب باسي اللي ذكرنا قبل قليل. بحال هنا، بحال دابا هادي طومبي
ريمي اي طومبي، هذه طومبي بهذا الشكل، هذا لو بارتيسيباسي تنسابقو بهذا لوكسيليير. اما هنا هنا ما عندناش لوكسيليير، ثم عندنا الصيغه ديال الفعل، هنا عندنا واحد الحرف، هنا عندنا اون، ثم عندنا هاد الصيغه ديال الفعل اللي عندها ان تي اللي تدفي التزامنيه، هذه تدفي التزامنيه. اون جوو وهو يلعب، في الوقت الذي هو يلعب فيه، هذا هو المقصود هنا، دون لاكور في الساحه، في الساحه غيمي اي طومبي، ان غيمي يسقط. اذا في ديك الوقيته هو اللي تيلعب هو سقط. اذا هاد الصيغه ديال لو بارتيسيب بريزون او ديال لو جيرونديف انها تدفي التزامنيه. اون جو دون لاكور، لاعبا في الساحه، غيمي اي طومبي، ان غيمي يسقط، غيمي اي طومبي، غيمي يسقط. اذا كو جو دو فيغ، ماذا علي ان افعل؟ اسكو جو مو مي اغيغ اي جو مو موك دو لوي او بيان جو لاد ا سو رولوفي اي جو لوي دي ne pleure pas, ce n'est rien, je l'aide à se relever, je l'aide à se relever, أنا أساعده لينهض من جديد, et je lui dis, et je lui dis, ثم أقول له, ne pleure pas, ne pleure pas, لا تبكي, طبعا لو فيرب بلوري هذا فعل بكى, ne pleure pas, لا تبكي, ce n'est rien, ce n'est rien, هذا ليس شيء, هذا ليس بشيء, إذا لا تبكي على هذا, فهو ليس شيئا, le bon camarade أشوازير لو دوزيام شوا. إذن طبعا الصديق الجيد أو الرفيق الجيد سيختار الجواب الثاني. بور إف جو جو أو بي أفيك ريمي سي لوي كي غان. جو جو أنا ألعب، أنا ألعب جو جو أو بي، أنا ألعب بالكلل أفيك ريمي مع ريمي، سي لوي كي غان، سي لوي كي غان، هو الذي ربح. طبعا لو فيرب غاني هذا فعل ربح، إذا هو الذي ربحني طبعا في هذا اللعب. إذا ماذا سأفعل هنا عندما يربحني غيمي في اللعب بالكلل؟ إذا ماذا سأفعل هنا؟ جو بونس، أنا أعتقد غيمي إي بليز أدوا كو موا، بأن غيمي هو أكثر مهارة مني. إل أميريتي دو غاني، إل أميريتي دو غاني، إذا هو يستحق، هو استحق كما عندنا هنا لو فيغ ميريتي، هذا فعل استحق، كما تنشوفوا بانه مسبوق بهاد افوار في البريزون، ثم عندنا هنا لو بارتيسيباسي الخاص بهذا الفعل إل أميريتي، إذا هو استحق دو غاني بأن يربح. إذا هذا الخيار الأول. الخيار الثاني جو لوي دي، أنا أقول له تو يا تخيشي، تو يا تخيشي، أنت غششت. طبعا لو فيرب تخيشي هو فعل أيضا ينتمي للمجموعة الأولى تنتهي بـ أوغ، إذا هذا فعل غشة، tu as triché، أنت غششت. et je ne lui parle plus، et je ne lui parle plus، ثم أنني لن أكلمه بعد، ثم أنني لن أكلمه بعد. بعد ذلك quel est le choix que je dois faire، إذا ما هو الخيار الذي سأفعله؟ est-ce que je prends le premier choix ou bien le deuxième؟ le bon camarade va faire le premier choix، إذا طبعا الصديق الجيد سيقوم ب الخيار الأول. إذا جو بونس غيمي إي بليز أدوا كو موا، غيمي إي بليز أدوا كو موا، إلا ميغيتي دو غاني، إذا هو استحق بأن يربح. طبعا نستأنف الفقرات القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.